على الموقف الأوروبي من هذه الأخبار التي تتوارد من موسكو. ينضم إلي من برلين مراسل قناة اي 24 نيوز المتخصص في الشؤون الأوروبية عبد الرحمن عمار. أهلا بك عبد الرحمن. كيف تتابع أوروبا هذه الأخبار من موسكو؟ وفي حال تم تأكيد اغتيال بروغوجين، ما الإشارات التي تتسلمها أوروبا من بوتين الذي لربما بات يقلم رؤوس قياداته وأصابعه في الحرب الأوكرانية؟ أهلا أنسام. وسائل الإعلام الأوروبية منها الألمانية وأيضا الثلاثة والخبراء يتابعون عن كثب، وهناك تغطية مباشرة الآن في غالبية وسائل الإعلام تغطي الخبر، بعضها ينقل عن بي بي سي التي تتحدث عن حسب مسارها مقتل بريغوجين أو على الأقل تواجد اسمه ضمن لائحة الذين العشرة المتواجدين على متن الطائرة التي سقطت بين بيترسبورغ وموسكو، وآخرون يترقبون تأكيد الخبر. لكن الأهم من ذلك مسألتان أساسيتان، الأولى قول بعض المحللين السياسيين مثلا هنا في ألمانيا بأن خبر الاغتيال ليس مفاجئا لأن بريغوجين أحرج بوتين أكثر من مرة، انتقده وهو كان في قلب المعركة في أوكرانيا وكان يتهم وزير الدفاع الروسي موقع ريدرفكا الروسي. عبد الرحمن عذرا على المقاطعة، يتحدث عن طائرة ثانية مرتبطة بقائد فاغنر تحلق فوق سماء موسكو ولم تطلب الإذن بالهبوط في مطار العاصمة حتى اللحظة. هذا خبر جيد لأن الأوروبيون أنسام كانوا يؤمنون بفكرة عدوي صديقي. لما نشب الخلاف بين بريغوجين وبوتين كان ينظر أوكرانيا وأوروبيا إلى بريغوجين على أنه كأنه صديق سيحدث وطبخ بوتين بالأصل أصلا. يعني إذا صدقت هذه التقارير، نتحدث عن احتمالات وجود بريغوجين على متن هذه الطائرة التي تحدث التقارير أنه احتمال أن يكون سجل اسمه على متن الطائرة الأولى واستقلت الطائرة الثانية للتمويه العسكري. نعم، الأوروبيون على الأقل كانوا يأملون لما نشب الخلاف أن يحدث الانقسام شرقا في دائرة الحكم في روسيا، ربما إسقاط نظام الحكم هناك والتخلص من بوتين. الآن الأمل طبعا الاغتيال إذا حدث لا يفاجئ الأوروبيين لأن بوتين كان رجل مخابرات أحرج أكثر من مرة والكل كانوا يتوقعون الانتقام. وحتى رئيس بيلاروسيا تحدث أكثر من مرة لما قام بالوساطة بأنه أقنع بوتين بضرورة عدم اغتيال والمس بسلامة بريغوجين. الآن الأمل الأوروبي هو أن يتوصل الانقسام والخلاف بين الروس بين بوتين ودائرة حكمه من جهة وبين مجموعة فاغنر. أيضا ستكون لذلك تداعيات إذا تأكد الخبر في وجود المجموعة في ليبيا في الكثير من دول إفريقيا ومن مناطق الأزمات، وربما ستحاول الأوكران والأوروبيون الاستفادة من الوضع الحالي ربما. والآن نعرض صور من موقع رادار الذي يتتبع حركة الطيران لهذه الطائرة الخاصة المملوكة ليفغيني بروغوجين لربما ومسار هذه الطائرة قبل وقوعها بعد أن استهدفت بصاروخ مضاد. هذا النوع من الصواريخ بالعادة يستخدم عسكريا لإسقاط جسم عدو أو جسم يعني خارج نطاق الأجسام المتفق عليها في سماء موسكو. عبد الرحمن، إذ ما يعني تبنينا أو تحدثنا عن سيناريو يؤكد اغتيال بروغوجين اليوم، كيف ستتأثر الحرب الدائرة في أوكرانيا في ظل تقارير كانت تتحدث عن نشوب خلافات بين بوتين وقيادات الجيش حول استراتيجية وتكتيك الحرب الروسية في هذه في أوكرانيا منذ أكثر من عامين؟ إذا تأكد الخبر أنسام فالحرب الروسية في أوكرانيا لن تتأثر كثيرا بمقتل بريغوجين لأن بوتين درس بكل تأكيد كل السيناريوهات وحتى قبل انسحاب قوات فاغنر من المنطقة سعى بوتين لملء هذا الفراغ، يعني أنه لن يعول مستقبلا على رجالات بريغوجين، وحتى أنه طرح أمامهم خيار الالتحاق بالجيش الروسي إذا أرادوا ذلك. ربما التأثير سيكون في الأراضي الروسية، ردود لفعل الروس ودائرة الحكم وربما انتقام المجموعة إذا تأكد وفاة قائد.
جزيلا من برلين مراسل I24 نيوز عبد الرحمن عمار.